السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير وأبواب البركة، وأن يحقق الرجاء ويبلغ المقصود. كما سبق وأن ذكرنا في الحلقة الماضية لليلة الأمس أن هذه الأيام المعظمة بعد رمضان وبعد صيام 6 أيام من شوال، اعتاد المؤمنون والمؤمنات أن يستغلوا شهر شوال، هذا الشهر الفضيل المبارك، لفتح أبواب الأفراح والمسرات. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة عند لقاء ربه. عند الفطر تبدأ الأفراح والمسرات، ومن بينها أن الناس يعقدون الخطوبة بين الأزواج، وأيضا يعقدون القران، ومنهم من يقيم الزفاف الميمون. من أجل ذلك تحدثنا في حلقة الأمس عن قضية الخطوبة وما فيها من أحكام وحكم، وكيف يمكن أن تكون موفقة وأن تكون سعيدة وأن تكون مباركة وأن تدخل على الجميع بنوع من الأفراح والمسرات. تحدثنا في حلقة الأمس عن كيف تتم هذه الخطوبة بين الخاطب والمخطوب، وكيف تكون العلاقة بين الأسر، وكيف تكون الأجواء العامة لكي تكون هناك حالة من التفاهم ومن التضامن والتكافل، كلها تفضي إلى تكوين أسر سعيدة، أسر متزنة تكون بناء جديدا في دنيا الحياة التي خلقها الله عز وجل. اليوم نتحدث عن ضوابط يجب الالتزام بها في الخطوبة، ومن بين ذلك أنه لا بد للخطوبة اللي هي قبل عقد القران، واللي هي ليست زواج وإنما هي وعد بالزواج، على الفتاة والفتى أن يتصفوا بها. هناك ما يسمى بالنظر إلى المخطوبة. ما معنى النظر إلى المخطوبة؟ وهو أن الشريعة الإسلامية أجازت لكل من الرجل والمرأة أن ينظر بعضهما إلى بعض خلال فترة الخطبة. والغاية هي أن تدوم العشرة بين الزوجين، وأن تحصل المودة والمحبة بينهما، وكذلك حصول السكن النفسي لكل منهما. لهذا ربنا عز وجل أباح لنا أن الخاطب والمخطوبة كلا من الطرفين له أن ينظر إلى الآخر، ينظر إليه حتى يطمئن إلى من سوف يختاره. وطبعا النظرة في كل عصر لها شكلها. أيام زمان كان الإنسان ينظر إلى المرأة إما يتخبأ لها عن بعيد، لأن الناس كانوا عندهم نوع من العادات والتقاليد والحياء الكثير، فكان يتخبأ الرجل إلى المرأة لينظر إليها. ومنهم من كان ينيم أمه أو غيرها أن تنظر إلى المرأة الحسناء في الأفراح. وغالبا هناك الخاطبة كانت تذهب إلى الحمامات النسائية وترى الحالة للفتاة، وهي تستحم في حمام بلدي، وترى فيها هل هي من عيوب أم لا، وتنقلها إلى الآخرين.
في عصرنا هذا عندنا طرق كثيرة للنظرة، إما اللقاء المباشر وإما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. ربما قد ينظر الرجل إلى المرأة وينظر إلى ما يعجبه فيها، كل هذا كثير ومتعدد، لأن كل عصر إلا وله عاداته وله تقاليده، إلا أن الأمر هو مقيد ببعض الضوابط. يعني ربنا عز وجل أراد أن تكون العلاقة بين الزوج والزوجة في أول الأمر أن يكون هناك الإطمئنان النفسي، وأن يكون هناك الإعجاب، فلا بد من أن ينظر إليها وتنظر إليه، وهذه النظرة لا بد أن تكون فيها واحد الجمالية حتى يطمئن كل طرف للآخر. الأول هذه القيود والضوابط اللي ربنا عز وجل نبهنا إليها، أن يكون تكون هذه النظرة يعني بقصد الزواج والعزم عليه حقيقة. إنسان فعلا بغي يتزوج، فإذا قصد ذلك فله الحق بأن يجالس هذه الفتاة الشابة ولو مع أهلها وذويها، وقد يعقد لهم جلسة خاصة بهما ينظر إليها على الطريقة التي تعجبه ويعجبها، بالشرط أولا أن يكون هناك قصد وعزم حقيقة على الزواج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة عتيد فلا بأس أن ينظر إليها، فلا بأس أن ينظر إليها. وقال أيضا: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، أنه لا بد أن ينظر. وبتم كان أحد الصحابة يسمى جابر بن عبد الله لما سمع هذا التوجيه النبوي الشريف قال: خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب، يعني بين الدخيل، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. فهذا الصحابي اللي يخطب هذه الفتاة اللي هي من قبيلة بني سلمة، عادات وتقاليد تحكم القبيلة، لم تكن هناك أيام زمان ربما مكالمات هاتفية ولا مواقع تواصل اجتماعي ولا أماكن عمومية يلتقوا فيها، لأن المجتمع كان بسيط. فماذا كان يفعل؟ كان في مقر سكناها عالم فلاحي، هناك دخيل تقوم بأشغال، فكان يتخبأ لها وينظر إليها من بعيد، مع أن الإسلام نهانا عن النظر وأمرنا بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لكن إذا كان الغاية بقصد الزواج فلا بأس أن تنظر إليها وتطيل النظر، فهذا كله مباح لك إذا كان بقصد الزواج الشرعي. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب من يريد التزوج ولم ينظر إلى المرأة. سمع أحدهم أنه أراد أن يتزوج بامرأة، قال لي: هل نظرت إليها؟ قال لي: لا. قال لي: كيف تتزوجها وأنت لم ترها ولم تنظر إليها؟ قال لي: فقط كلفت أحد أقاربي نساء، أمه أو أخته، هي التي ترى شكلها وهيئتها، فإذا أعجبت الأم أو الأخت خلاص أعجبته هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عليك أن تنظر إليها، اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، لأن كل واحد له نظرته. يقول في واحد الأغنية الشعبية معروفة: خذوا عيني شوفوا بها، لأن قد ينظر آخر، كل واحد له عينه، وكل واحد له مقاييس الجمال، وكل له عنده مقاييس الحسن، وتختلف من شخص لآخر، فلا بد أن تنظر أنت إليها، كما أيضا هي لا بد أن تنظر إليك أنت شخصيا. قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يودم بينكما. طبعا هذه النظرة لا نتصور أنها تكون نظرة لكافة جسد المرأة وجسدها ومحاسنها، لا، الإسلام قال بأن تكون النظرة إلى الوجه والكفين. لماذا
ربنا عز وجل حصر النظرة الشرعية فيها قيم إسلامية وفيها تقاليد وعادات ربانية إلى الوجه والكفين، لأن أجمل ما في الجسد وهو الوجه. الوجه هو الذي يبدي حقيقة الإنسان. تصوروا معي أن هذا الجسد البشري فيه تقريبا متر وسبعين أو حوالي ذلك أو أكثر أو أقل، لكن أجمل ما فيه شبر واحد، شبر، وهو الوجه. الوجه إذا كان جميلا فإنه يدخل الفرحة والسرور إلى قلب الإنسان. وطبعا الجمال هنا هو نسبي، هناك كل واحد له شكله ومقاييسه وإحساسه بالجمال. فربنا أمرنا أن ننظر إلى الوجه وأيضا إلى الكفين. لماذا؟ الكفين هما الظاهران عادة من الجسد، والكفين هما تظهر من خلالهما المرأة، تبدو يبدو محاسن جسمها، هل هي نحيفة أم بديدة أم عصبية أم شكلها داعم، من خلال الكفين. هذا هي حدود النظرة الشرعية التي أقرها الدين الإسلامي، وهي النظر إلى الوجه والكفين. ممكن أن يكون هذه النظرة تكون في وسط عائلة وتكون في حضور الأقارب، وممكن أن تكون بإذن ولي المرأة في حضور محرم. فعادة الناس في العائلة الملتزمة لما يأتي الخطيب تجلس مع العائلة جميعا، وتكون هذه المرأة هي التي تقدم لهم الشاي أو تقدم لهم الحليب والتمر أو تقدم لهم شيء من المشروبات. هذه في العادات والتقاليد. وممكن أن يسمح للخطيب بأن يجلس مع خطيبته في غرفة مستقلة قريبا من المحارم أو في حضور محرم أخوها الصغير أو غير ذلك. وهذا كله من باب الحفاظ على القيم وعلى التقاليد، ويكون بينهما نوع من التوافق. في السنة النبوية الشريفة كان أحد الصحابة المغيرة بن شعبة أراد أن يخطب فتاة، فقال النبي الكريم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أحصل الموافقة والملائمة بينكما، فلا بد من النظرة. وقد يكون النظرة قد بعض الناس فيهم حياء شديد، ممكن أنه يرسل امرأة كما كان أيام زمان كانوا يرسلون الجواري، كان هناك جواري في المجتمعات الأولى يقوم بهذه المهمة، هي التي تنظر وتعود، كما جاء في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أحد الصحابة أن يخطب امرأة أرسل إلى جارية فقال لها شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها. هذا الشخص هو محتار في مقاييس الحسن في هذه المرأة، لم يراها من قبل، قال شمي عوارضها، يعني أن هذه الجارية الدور ديالها تجلس بطريقة لبقة بجانب هذه المخطوبة وتنظر إلى شكلها ولكن تشم الرائحة. لماذا؟ لأن هناك عادة في بعض الأحيان قد تكون في الفتاة بعض العيوب، إما عندها بخار في فمها، هناك من عندها رائحة فمها ربما قد تكون كريهة، أو ربما قد يكون عندها ريح سيئة في إبطيها، فهذا ما يسمى بالرد بالعيب عند الفقهاء. قد يتزوج الرجل بالمرأة ولم ينظر إليها ولم يتأكد من جمالها، وليلة الدخلة ربما قد لا يستحسنها ويقع هناك نوع من النفور، وسماه الفقهاء بالرد بالعيب، كأن تكون المرأة مثلا فيها صلع هي محتجبة، لكن لما تزيل الدرة يبدو أن عندها مشكل في شعرها، إما عندها صلع وإما عندها شعر ربما غير سليم. وكذلك قد يكون في جسمها برص، قد تكون عند المرأة بعض العيوب في الجسم الرجل لا يراها أول مرة ولكن يراها عند الدخلة فيقع مشاكل ويقع الرد. وقال لها شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها، العرقوب ديالها يعني أسفل الساقين، يعني ربما قد يكون هناك عيوب في الساق، فيها بعض العيوب يعلمها الجميع. كل هذا بماذا؟ لذا قبل أن يقع الزواج
وقبل أن يقع عقد القراض وقبل أن يقع البناء لا بد من التأكد من هذه الأشياء حتى يطمئن قلب الإنسان. وطبعا المرأة لها نفس الحق، هناك مساواة، هي أيضا تنظر إلى هذا الرجل، تنظر إلى شكله، تنظر إلى عادة المرأة ما يعجبها في الرجل شكله نعم، وقد تستمرئ صوته، كيف النساء ترى الرجل يتكلم فإذا تكلم بصوت رجولي تشعر بأن فيه رجولة، الصوت هو يبين شخصية الرجل وقد يكون فيه عيب، ربما قد تنظر إلى لا يعجبها، هي أيضا لها الحق في أن ترده بالعيب، قد يكون له ربما في لثته أو في أثنائه عيب، كان مدخنا كان يدخن أو كان ربما عنده بعض العيوب الخفية، لها أيضا أن تتأكد من ذلك. فهذه أمور ضرورية. ربما في عصرنا هذا بعض الناس يذهبون إلى حمامات السباحة وينظرون إلى كل شيء وينتهي الأمر، وهذا كله بعيد عن الدين. في العادات والتقاليد المعروفة في عند المجتمعات المحافظة غالبا ينظرون إلى العيوب في الحمامات البلدية، الحمام البلدي لما المخطوبة يذهبون بها إلى الحمام البلدي مع العائلة، أخت الرجل أو إحدى أقاربه، فترى كل شيء وتقول له يعني هذه الإنسانة سليمة وطيبة وتمدحها. وكذلك هذا الخطيب يذهب مع أخي المخطوبة، مع أخوها أو أبوها أو عموها إلى الحمام، وترى فيه كل شيء، يقول هو خال من العيوب. لماذا التركيز على هذه النقطة؟ لأنه قد يقع بين الزوج والزوجة نوع من النفور إذا لم يكن هناك تأكد، وبالتالي يقع صراع وخصام ويقع الرد بالعيب. هذا اللي وضع الفقهاء بعنوان كبير، الرد بالعيب. وقد يقع كذلك حتى في الدخلة ربما قد يقع هناك ضعف الرجولة أو ضعف الأنوثة، كل هذه من الأسباب المهمة للطلاق. كنسمعوا بعض الناس يلا تزوجوا شهر أو شهرين كيقول لك راه مشاو يطلقوا. من بين أهم الأسباب عدم الرضا على الشريك الآخر في شكله أو في هيئته أو في قدرته الجسدية. فكما ذكرنا هو أن كما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، يجوز للمرأة أيضا أن تنظر إلى المتقدم لخطبتها. ودائما الرجل هو يركز في النظرة الشرعية على الوجه وعلى الكفين، لأن الوجه هو مجمع الحسن فيها، والكفين هما تبدو نحافة الجسم أو سمنته أو غير ذلك. أيضا في النظرة الشرعية يجوز للخطيبين تكرار النظر إلى بعضهما، النظرة ليس مرة واحدة، هناك بعض الناس عندهم تدين متشدد، بعض الهيئات وبعض الأوساط عندهم تدين متشدد يقول نظرة واحدة وكفى. لا أبدا، ربنا سبحانه وتعالى فتح الباب وللخاطب أن يكرر النظرة مرة الأولى والمرة الثانية حتى تستقر صورة المرأة في ذهنه. وكذلك المرأة لها أن تكرر النظر في هذا الزوج المرة الأولى والثانية. لا نقول هنا النظرة الأولى لك والثانية عليك، هذه نقولها في المحارم، إنسان في الشارع العام ظهرت له امرأة حسناء، النظرة الأولى لك والثانية عليك. لكن هنا حالة خاصة، هذا بغرض الزواج وبغرض الإحصان والإعفاف، فلا بد أن تنظر وتكرر النظر حتى تستقر صورة كل منهما في ذهن الآخر ويطمئن كل منهما إلى الآخر. وقد يمكن أن الخاطب أنه ينظر إلى المرأة من غير علمها وفي وقت لم تكن هي مستعدة له، لأن البعض ربما إذا كان هناك موعد فهناك استعداد، المرأة إذا قلت لها سوف نتقابل أكيد أنها سوف تستعد لهذه المقابلة فتتزين في شكلها وهيئتها وهندامها وتبدو جميلة كالعروس. لكن هناك من يريد أن يرى المرأة في اللحظة التي هي عادية،
يعني في الصباح الباكر لما تستيقظ من النوم يعني بدون بشط للشعر ولا وضع لمسحيق في الوجه، أو في وسط النهار وهي في أشغال البيت يريد أن يرى زوجته وأم أولاده المستقبلية على عادتها. الفقهاء قالوا بأن هذا الأمر يجوز أن يباغتها في أي لحظة وينظر إليها دون استعداد منها دون عبها، وكذلك المرأة لها نفس الحق في ذلك، أنها تزور هذا الرجل في مقر عمله، تزوره في أوقات الذروة وهو في كامل جهوده العملية، غير مستعد لك الاستعداد، كيلبس واحد الكوستيم كافات، كيمشي شعره كدير لي بارفان، يكون جاي مبتسم، ولكن في الحالة العادية هو لذا ستكون الدوام، هذا الدوام لابد أن يطمئن كل واحد للآخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر دائما هذا الحديث، يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم وطبعا هذا النظر لا يجب أن يكون ذلك مبررا لكي نتعدى حدود الله. هناك من يستغل المبررات، لا يكون هذا مبرر لتعدي حدود الله واتباع الشهوات بحجة الخطبة، لأن الله تعالى يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، فلا بد أن يكون الغرض دوما هو الحصول إلى الهدف المنشود وهو الطمأنينة بقصد الزواج والإعفاف. وهنا الفقهاء يوصون بأنه لا بد للخاطب والمخطوب أن يتحلي بالأخلاق الفاضلة، فلا ينطق أحدهما بكلمة تسيء للآخر، خصوصا إذا اكتشف عيبا. أحيانا قد يجد هناك عيب، الخاطب يرى قبح في المخطوبة، أو المخطوبة ترى قبح أو دمامة في الخطيب، فقد ترى فيه مثلا قبح في جسمه أو في طريقة كلامه أو شكله، أو الخاطب يرى في المرأة إما صلع في شعرها أو يرى برص في جسمها أو يرى ربما عوج في عظامها أو يرى شيء من هذا القبيل، فلا بد كل واحد منهما أن يستر الآخر ولا ينطق بأي كلمة تسيء إليه. فإذا أعجبه هذا الخاطب أو تلك الخطيبة فربنا يتم الأفراح، وإذا لم يكن ينسحب. فالحكمة من أن هذه النظرة ربنا أباحها ووسع فيها فقط لتقع الطمأنينة والتأكد التام من بعضهما البعض حتى تسود بينهما المحبة، ولابد أن يتقبل كل طرف مظهر الآخر. أساسي جدا في العلاقة الزوجية أن تكون هناك إعجاب. إذا لم يكن هناك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، الموضوع الذي أثرناه موضوع الخطوبة ومشاكل التي يمكن أن تعتل الخطيبين في أول الطريق، الآية من ذكرها وهو أن عادة ما نفاجأ بأن بعض الأزواج في الشهور الأولى من زواجهم يفكرون في الانفصال، والسبب هو أن الانطلاقة الأولى للخطوبة لم تكن واضحة ولم تكن بينة ولم تكن متوقعة، فلا بد من هذه الأمور الأساسية. الأول كما ذكرنا هي النظرة الشرعية التي يقع بها الرضا بين الخاطب والمخطوبة، وكل واحد منهما يشعر بأنه مطمئن للآخر، لأن هذه أول شيء يديم به الله تعالى المودة والرحمة. ربنا قال في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهناك العديد من المشاكل التي تقع بين الخاطب والمخطوبة في أول حياتهم، ولا بد بعد النظرة الشرعية من الجلسة أو جلسات لابد أن تقع لكي يقع نوع من التوافق، لأن قد نكتشف بأن هناك اختلافات
بين الطرفين، اختلافات في الشخصية، اختلافات في الطباع، اختلافات في منطق التفكير، اختلافات في السلوكات، اختلافات في الطباع كثيرة ربما قد تحصل بين الطرفين، وقد يكون هناك حاجز الخجل بين الرجل والمرأة في أول الأمر، وربما قد يقع بينهما بعض الخلافات فلا يدرون كيف يديرون النزاعات، وقد يقع بينهما بعض الأشياء التي هي مقدمات لكنها مهمة للغاية في الحياة المستقبلية، كأن يتحدث عن الشراكة المستقبلية، كيف سوف يدبرون شؤون حياتهم، هل المرأة سوف تعمل أم تكون في البيت، هل الرجل سوف يتكلف بكل نفقات المعيشة من المنزل ونفقات على الأولاد ونفقات على كذا، أم سوف يقتسمون هذه التدبيرات المالية. لابد أن تكون هناك جلسات في أول الخطوبة، وتكون حتى العائلتين لابد أن يتزاورا وأن يلتقيا لكي يتعرف بعضهما على بعض، يتعرف على طريقة الحياة وأسلوب المعيشة عند كل طرف، ونظرتهم إلى الحياة وشكلهم في العيش. لابد أن يكون هناك زيارات لكي نعرف كل واحد منهم كيف هو، وإلا فإننا نفاجأ كثيرا بأن بعد الخطوبة في الشهور الأولى من الزواج يقع الخلاف المفضي إلى الطلاق، والسبب هو اكتشاف أشياء لم تكن في الحسبان. لهذا الخطوبة لابد أن تكون فيها هذه الحالات ديال المعرفة وديال التواصل لكي يطمئن القلب، ولكي نشعر بأننا فعلا في أمس الحاجة إلى أن نستمر، خصوصا أن الرجال معروفين بأنهم في هذه المرحلة كيبدأ ينتقد المرأة ويرى فيها أنه هو الرجل، لأن هناك قد يقول الرجل بأنه متسامح وأنه عصري وأنه تقدمي، ولكن لابد أن يرى زوجته ومرأته في حالة من الاحترام والتقدير. يعني لا نغتر كثيرا بالكلام ديال المساواة وتحرير المرأة، لأن كل رجل هو بداخله رجل آخر يفكر أن امرأته لابد أن تكون في احتشام ويحافظ عليها ويغار عليها من الآخرين، وهذه كله إذا جهلته المرأة قد يقع نوع من الاختلافات المفضية إلى النزاعات، وهذه النزاعات والعياذ بالله قد تفضي في الختام إلى ما يسمى بفسخ الخطوبة، وهذا هو الذي لا نريد أن نصل إليه، يسمى في الفقه الإسلامي بالعدول عن الخطبة، قد يعدل أحد الطرفين عن الآخر ومن ثم يقع نزاع آخر في الهدايا وفي العطايا وغيرها. هذه الأمور كلها سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في حلقة الغد بالتفصيل، كل ما نريد أن ننبه إليه وهو لتكوين أسرة مستقرة وتكوين علاقة زوجية تكون داعمة ومتكاملة، لابد أن تكون الانطلاقة الأولى ديال الخطوبة تكون انطلاقة حسنة، وتكون انطلاقة مبنية على النية الحسنة، لأنك يقول لك الزواج بالنية والحرث بالنية، لابد أن تكون هناك النية حاضرة، وأن يكون هناك القصد والعزم الصادق، وأن تكون هناك النظرة الشرعية المبنية على أساس الاحترام والتقدير، وليس كما يفعل للأسف كاين هناك بعض الرجال هو يتنزه في الخطوبة، كتلقى كل شهر كيخطب فتاة ويقضي معها بضعة أسابيع ويجلس في بيتها مع أهلها وذويها يأكل ويشرب ويتدعم، وبعد ذلك يقول لم تعجبني ولم أستسغها، ثم بعد مدة قليلة يخطب أخرى ويقضي معها أيام، فيقع هناك نوع من التلاعب. كم من فتاة وقعت لها صدمات كبيرة حتى لم تعد تثق في الرجال، وهذا نوع من السوء يقوم بعض الرجال. وأيضا في جانب المرأة هناك بعض النساء أيضا ربما تستغل أنوثتها وتبدأ في استقبال الرجال وتأخذ منهم الهدايا وتأخذ منهم الأعطيات، ثم بعد ذلك تقول أنت لم تعجبني، فيك عيوب كذا، أمك كذا، عائلتك كذا، فترغب في الفراق منه، تفسخ هذه الخطوبة وتحتفظ لنفسها بالامتيازات
إما أعطاها ذهب خواتم أو أساور وإما غيرها من الأعطيات. فكل هذه الأشياء لابد أن ننتبه إليها. الغاية من الزواج هو الإحصاد والإعفاف، والخطوبة هي الوعد بالزواج، وهي المرحلة الأولى لبناء هذه العلاقة على أساس صادق وعلى أساس سليم. أسأل الله تعالى أن يديم الأفراح والمسرات على الجميع. أسأل الله تعالى أن ينبهنا كل واحد منا بعيوبه ويسترها عنا ويحفظنا وإياكم من السوء. وأتمنى الله تعالى من جميع الشباب والشابات اللي هما كيفكروا في الخطوبة أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير ويؤلف بين القلوب ويصلح ذات البين ويهدي الجميع إلى سبل السلام. اللهم أمين يا ربي يا كريم. سنكون سعداء جدا أيها الأحباب الكرام بالاستماع إلى مكالماتكم. لا شك ولا ريب أن الكثير منكم عاش تجارب إما سعيدة وإما سيئة في مجال الخطوبة. كثير منكم عاش تجارب، نتمنى أن نستمع إلى تجاربكم لكي نأخذ منها العبرة والعظة وتكون دروس عملية وحقيقية للشباب الصاعد. الجيل الصاعد ربما قد يستمع إلى تجارب الآخرين وتكون كمدرسة وكمنهج تعليمي وفيها توعية واضحة للجميع. أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع، هي كالعادة 05 22 88 00 60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 76 50 أو 51 أو 52. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.